بسم الله الرحمن الرحيم. شخص بعد بيسأل بيقول هو ممكن بعد ما يركب الدعامة ان ممكن في بعض المرات ما يحصلش انتصاب. ويعني هو الدعامة يعني موضوع الانتصاب بيعتمد على تدفق الدم. الدعامة بتلغي الآلية دي بالنسبة للتركيب، سواء داخل النسيج الكافي او خارجه. بمعنى ايه؟ لو انت داخل النسيج الكافي خلاص انت دمرت النسيج الكافي، ما بقاش في تدفق دموي. لو انت خارج النسيج الكافي تدفق دمي موجود، بس حتى لو التدفق ده مش موجود، رغم ان دي ميزه طبعا، حتى لو مش موجود برضه الدعامه قائمه وعملها. فانت في الحالتين مفيش حاجه اسمها ان ما يحصلش انتصاب مع الدعامه، ما يحصلش انتصاب مع الدعامه، في مشكله في الدعامه. يعني مثلا لو هي الدعامه الهيدروليك يبقى مثلا في حاجه عطل ميكانيكي، مثلا مشكله في الصمام، تسريب، اي حاجه من الحاجات دي. او ان لو مثلا دعامه مره ممكن تكون الدعامه مثلا اتكسرت مثلا، ودي حاجه نادره، ولكن في اللي هي يعني شفناها في شغلنا يعني عبر سنوات يعني، وان كانت شديده الندره يعني. وطبعا لما تكون الدعامات من شركه يعني موثوق فيها وذات سمعه طيبه، الحاجات دي بتعتبر يعني شيء من الضرب من المستحيل، يعني صعب جدا تلاقيها، يعني نادره قوي قوي يعني. فالدعامه وجود دعامه يعني وجود انتصاب، لكن ما ينفعش ان هو تقريبا معتقد ان الدعامه يعني هو مش فاهم الوضع. يعني السائل الدعامه ما لهاش علاقه بالرغبه، يعني في رغبه او ما فيش رغبه انت ممكن تعمل انتصاب، لان الانتصاب هنا بقى بآليه لا تعتمد على المخ. هو انت بتحس في احساس وفي رغبه طبعا، لان هو لو ما فيش احساس واستمتاع جنسي يبقى العمليه لا قيمه لها، ولكن ممكن يحصل انتصاب دون ما رغبه. يعني انت عاوز تعمل انتصاب وانت ما عندكش رغبه اصلا، الدعامه تمكنك من كده. يبقى اذا الرغبه موجوده ولكن ليس لها تاثير على وجود الانتصاب او عدمه في وجود الدعامه، لان الدعامه هي المسؤول الاول والاخير عن احداث الانتصاب في الشخص اللي بيركب دعامه. ولكن الرغبه موجوده والاحساس موجود والاستمتاع موجود. وشكرا.